مساء الخيرات والمسرات مشاهدينا، كنا بالأمس معاكم على موعد مع إنجاز تاريخي يدعونا للفخر عند إعلان فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو رياض 2030. نمضي اليوم في رحلة طموحة نتطلع من خلالها للمساهمة في مسيرة النمو والتقدم المستمرة التي تعيشها المملكة وتقديم نموذج ملهم للعالم. ألف مبروك لقيادتنا ولشعبنا السعودي هذا الإنجاز الكبير، وأدام الله عز المملكة وحكومتنا. ونستذكر جانب من كلمة سمو ولي العهد حيث قال أننا نهدف لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض إلى تقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف المستقبل. نحو المعالي ونشد الوضع المثالي، نادي للعلياء نادي، أنت فخر المسلمين، أنت فخر المسلمين، سارعي نحو المعالي ونشد الوضع المثالي، نادي للعلياء نادي، أنت فخر المسلمين، للوطن رؤية جديدة والملك شعب عشت دوما يا بلادي، عشت عمق الأمتين، معكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية. أعلن المكتب الدولي للمعارض عن فوز المملكة العربية السعودية بعاصمتها الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض خلال الفترة من أكتوبر 2030 وحتى مارس 2031. وقال سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة: يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، والذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدا منها. كما أكد سموه أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030 ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيسي للمعرض بعنوان حقبة التغيير معا نستشرف المستقبل، وموضوعاته الفرعية غد أفضل والعمل المناخي وتحقيق الازدهار للجميع. وسيقام المعرض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حاليا، مما يسهل على الزوار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة قطار الرياض التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض إلى جانب شبكة الطرق الحديثة وتتصل بأحد مداخل المعرض ثلاثة. بلغات متعددة وبرسالة واحدة بألسنة تلهج ترحابا، مرحبا بكم في الرياض إكسبو 2030. مرحبا بالعالم. هلو. سالون يومون. أبكى سوقته برودة. هلو بيت. ني هاو شيتي. تاموندو. أنيان سيه. يا شو كاجمه. بي ويندو موندو. Hello, Dunya. Konnichiwa, Sekai. Hi, Farden. Riyadh to end of Zohar. وإلى ثاني أخبارنا تحت شعار قمرا على رمال الصحراء.
ينثر نحو 120 فنانا من مختلف دول العالم إبداعاتهم وتعبيراتهم عبر ذرات الضوء في فضاء العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن النسخة الثالثة من أكبر احتفال للفنون الضوئية لتوظيف طاقة النور في إطلاق القدرات التعبيرية والفنية وتشكيلها في إطارات متوهجة وأشكال مشعة، تحث سكان الرياض وزوارها على التأمل والاستمتاع والعبور مع النور نحو آفاق تأملية وفنية لا متناهية. ينطلق في 30 نوفمبر الجاري بمدينة الرياض أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، احتفال النور، الذي ينطلق تحت إشراف عدد من القيمين الفنيين ويضم أكثر من 120 عملا فنيا يقدمها ما يزيد على 100 فنان يمثلون ما يتجاوز 35 دولة بمشاركة أكثر من 35 فنانا سعوديا. نبدأ معكم مشاهدينا جولاتنا وتغطياتنا اليوم مع شبكة مراسلين المتواجدين في مناطق مختلفة مملكتنا الحبيبة. ننتقل معكم الآن إلى الزميلة هدى الغامدي في الخبر ومعارض الظهران. مساك الله بالخير زميلة هدى. ودنا نوصف الأجواء الفرح والفخر بعد إعلان فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030. تفضلي هدى. مساك الله بالنور عهد، أكيد مساء الفخر ومساء العز والمجد، بالتأكيد إنجازات عظيمة عهد تتلوها إنجازات عظيمة كثيرة. قبل أيام قليلة فزنا باستضافة كأس العالم 2034، ويوم أمس فزنا باستضافة إكسبو 2030. أفراح عظيمة تعم وعمت المملكة العربية السعودية والوطن العربي والعالم أجمع، بدليل أنه من أول جولة في إعلان الجمعية العمومية في باريس فزنا ب 119 صوت. وبحسب علم أنه في مثل الانتخابات التي تقام يتم عمل أكثر من جولة، ولكن ولله الحمد نحن فزنا من أول جولة. إذن هذا الفوز العظيم باستضافة إكسبو 2030 هو تتويج لرؤية المملكة 2030، حقبة التغيير مع نستشف المستقبل. هذا هو عنوان معرض إكسبو الذي سوف يقام في 2030 بإذن الله، والذي سوف يقام بالقرب من مطار الملك سلمان الجاري عمله حاليا. وبحسب ما أعلنت الرياض في شهر يونيو الماضي عن الخطة التشغيلية لهذا المطار، أنه سوف يقام على مساحة 6 ملايين متر مربع، وسوف يكون على شكل كرة أرضية يتوسط خط الاستواء، وذلك ليتم عرض 226 جناح في الأجنح بشكل متساوي. قدرت التكلفة الإجمالية لهذا المعرض بحسب ما أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ب 7.8 مليار دولار، أي ما يعادل 30 مليون ريال سعودي. إذن بعد انتهاء المعرض الذي سوف يستمر 6 أشهر من أكتوبر 2030 حتى مارش 2031، سوف يتم اختيار 100 دولة ليأخذ نأخذ إنجازاتها ويتم إعطائها للمدارس وللمختبرات العلمية. إذن ماذا يعني عهد والسادة المشاهدين فوز المملكة ب 2030؟ يعني أنه سوف يكون هناك أكثر من 41 مليون زائر وسائح خلال فترة 6 أشهر، سوف يكون خلق الكثير من الفرص الوظيفية المباشرة والغير مباشرة، أيضا خلق الكفاءات المهنية والخبرات العلمية، أيضا سوف يتم التسريع في تجهيز البنية التحتية، استثمارات أجنبية، سوف يتم اختيار الرياض كأكثر المدن الحيوية، الكثير من الأمور التي سوف تحدث خلال استضافة كأس العالم 2030 بكل تأكيد. طبعا هناك الكثير من المقومات السياحية والطبيعية والبيئية عهد تمكنتنا ولله الحمد من اختيار الرياض لتكون هي الفائزة باستضافة 2030. المملكة العربية السعودية هي قلب العالم العربي والإسلامي، وهي تمتلك قوة ومتانة اقتصادية هائلة، تمتلك مقومات سياحية وطبيعية، لدينا مشاريع عملاقة، يعني مشروع الجدية، مشروع سندالة، مشروع نيوم، البحر الأحمر، الكثير الدرعية، الكثير من المشاريع العملاقة التي تعتبر هي واجهة، وما زال العمل على الكثير من المشاريع العملاقة. اسمحي لي عهد أني أنا أشكر وزارة الإعلام اللي استضافت اللي عملها النسخة الخامسة لواحد الإعلام في باريس، والنسخة الثانية دوليا، والتي قدرت المساحة التي أقيمت عليها واحد الإعلام في باريس 1200 متر مربع، تكونت أو شاركت فيها 13 جهة من وزارة السياحة، وزارة الرياضة، الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي، هيئة تطوير نيوم، عسير، الكثير من الجهات التي شاركت، وتكونت هذه الواحة من 9 مناطق
المناطق، منطقة التسجيل، منطقة الحفاوة، مجلس الواحة والكثير. طبعا الزائر لهذا الواحة الإعلام يعني كان يمر، والهدف منه هو إبراز الملامح الحضارية والبنية التحتية للمملكة العربية السعودية، وأيضا استعراض المشاريع العملاقة عبر تقنيات هائلة صممت على أرض باريس. يعني عهد يعني ولله الحمد فرحة كبيرة وعارمة في الشارع السعودي بهذا الفوز وفي الشارع العربي. وبهذه المناسبة يعني نبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه ويطول في عمره، وسمو سيدي ولي العهد القائد الملهم الشاب عراب الرؤية على هذا التفكير المتجدد، وعلى فريقه اللي أهلنا ولله الحمد لهذا الفوز المستحق في إكسبو 2030. ألف عافية زميلتي هدى على هذه التغطية من معارض الظهران، وشكرا لك على هذا الحديث الثري بخصوص استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030. زملائي المراسلين راح أواصل أكيد تغطيتنا معاكم في حلقتنا اليوم عن أجواء الفرح والفخر اللي تغمرنا جميعا نحن أفراد الشعب السعودي. نتوقف هذا الفاصل وراجعين بتغطيتنا. مساكم الله بالخير من جديد مشاهدينا، ما زلنا معكم بتغطياتنا الخاصة عن فرحنا وفخرنا باستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030. ننتقل الآن أو نكمل جولاتنا معكم وتغطياتنا اليوم، طبعا لازم نكون مع العاصمة الرياض ونشوف الزميل فيصل آل عمير وين متواجد حاليا. أمسي عليك بالخير فيصل، تفضل الصوت والصورة معك. شكرا لك عهد. طبعا بعد إعلان فوز الرياض يوم أمس باستضافة إكسبو 2030، طبعا لازالت الأفراح تنتشر بين أفراد المجتمع السعودي، طبعا مواطنين مقيمين الكل سعيد بهذا الخبر المفرح. الرياض أو العالم اختار الرياض لتكون الوجهة القادمة لمعرض إكسبو 2030. طبعا مشاعر المواطنين احنا قاعدين نرصدها، نحاول ان نلتقي معهم في الشارع حتى ناخذ انطباعاتهم عن رؤيتهم عن ما يتحقق في بلدنا من انجازات خلال الفتره الماضيه وايضا للمستقبل باذن الله، يعني 10 سنوات قدام باذن الله احنا موعدين باستضافه احداث عالميه مهمه. نتعرف عليك، تفضل معنا. عبد العزيز الحوطي. شوي عبد العزيز. سم. تعيد. عبد العزيز الحوطي. طيب. نعم عبد العزيز. طيب نتكلم امس فازت المملكه باستضافه اكسبو 2030، كان رايك كمواطن سعودي في اللي قاعد يصير في المملكه، تتويج رؤيه المملكه 2030 وخصوصا باستضافتها لاكسبو 2030؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر. اولا ابارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي العظيم. الحمد لله شعوري كمواطن سعودي شعور فخر، شعور عز، اللهم لك الحمد توج بفوزنا باستضافة المعرض العالمي إكسبو اللي اللهم لك الحمد توج باكتساح 119 صوت، وإضافة إلى كأس العالم في مدة قريبة، وهذا حدث يعني لم يتكرر أن استضاف الدولة العربية مسلمة الحدثين مع بعض، فاللهم لك الحمد. وننتظر بإذن الله الفعاليات القادمة وحنا مع بعض سندا لقيادتنا الرشيده. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا لك. ايضا عهد معنا احد المواطنين، تعرف عليك. حزام القحطاني. نعم والله حزام. طيب نتكلم عن استضافه المملكه، امس اعلن عن استضافه الرياض واختيار الرياض لتكون وجهه لمعرض اكسبو 2030، لكن كمواطن سعودي كيف قاعد تشوف اللي قاعد يصير في المملكه العربيه السعوديه من إنجازات على المستوى الدولي وعلى المستوى إقليمي أو على المستوى العالمي حتى؟ أولا نحمد الله ونشكره، هذا من فضل العزيز الحكيم، والشكر موصول لمقام خادم الحرمين الشريفين وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان. مساءكم فرحة وطن، مساءكم كتابة تاريخ، مساءكم صناعة المستحيل، من مجد إلى مجد. استضافة كأس العالم 2034 والآن نحمد الله ونشكره إكسبو 2030، اللهم لك الحمد والشكر. الله يجعلها دائما ان شاء الله الافراح. اول شيء خلينا نتعرف جيل الرؤيه عهد، لازم ناخذ انطباعات ومش حاب تقول بمناسبه اللي قاعد يصير في المملكه العربيه السعوديه. اقول الله يحفظ الملك سلمان والملك والامير محمد بن سلمان. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا لك. وش تقولين يا شاطره؟ وش تقولين؟ عشان ما نبلاكي عشان
عشان ما نملكنا عشان ما. شكرا يعطيك العافية. هذول يجي الرؤية عهد طبعا اللي راح يحققوا الإنجازات ويعيشون إن شاء الله المستقبل الباهر الذي سيتحقق بإذن الله تعالى بما تعمل له المملكة العربية السعودية لهذا الجيل والأجيال القادمة. مستقبلنا مشرق في ظل قيادة حكيمة تخطط للمستقبل، تخطط لرفعة هذا الوطن ولتمكينه حتى يستطيع أن يصل إلى العالمية بإذن الله تعالى في كافة المجالات بإذن الله. عودة إليك في الاستوديو. شكرا جزيلا لك زميلي فيصل العمير على نقل هذه الصورة المبشرة والمبهجة من مشاعر الشعب السعودي، وشكرا للأطفال اللي ظهروا وقدموا مشاعرهم اتجاه وطنهم الغالي، والله يحفظهم جميعا. ننتقل معكم مشاهدينا من الرياض إلى أبها مع الزميل محمد الأحمري. مساك الله بالخير زميلي محمد، مبروك لنا مع قيادتنا ولجميع أفراد الشعب السعودي الفوز باستضافة إكسبو 2030. لو تكلمني محمد عن الموقع المتواجد فيه حاليا والأجواء من حولك بهذه المناسبة. الله يبارك فيك عهد. المستحيل ليس سعوديا بكل تأكيد. الفرحة في منطقة عسير هي الفرحة في كبقية مناطق ومراكز ومحافظات المملكة العربية السعودية اللي استقبلت هذا الخبر بكل فخر وفرح واعتزاز، ويضاف هذا الإنجاز العالمي والتاريخي إلى سلسلة من الإنجازات العالمية والتاريخية التي تتحقق على يد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. طبعا أنا موجود في المدينة الجامعية، هذا المشروع العملاق واللي أيضا يسجل مع الإنجازات اللي تحقق ولا زالت تحقق من حكومتنا الرشيدة، وحابين نتكلم عن استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030. حابين نتعرف على الكثير من في هذا المعرض، ويسعدنا أن نرحب بالدكتور عبد الرحمن الموسى. نرحب فيك دكتور، تفضل معي. الله يحييك معنا وسعيدين بتواجدك معنا. دكتور، كيف تلقيت خبر استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030؟ شكرا على الاستضافة. أولا أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد الأمين على هذا الإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية في تجيش هذا الجمهور العالمي في دعم ملف المملكة العربية السعودية بكل استحقاق لاستضافة إكسبو 2030. جميل. دكتور عبد الرحمن، خليني أقول لك أو أسألك عن سبب اختيار الرياض لمعرض إكسبو 2030. الرياض نافست مدينتين من أعرق المدن، ولكن عندما نقول لماذا الرياض، لأنها الرياض عاصمة قرار سياسي، عاصمة قرار اقتصادي، مؤثر في اقتصاد العالم، مؤثر في سياسة العالم. اليوم عندما نتكلم عن المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20 اقتصاد في العالم وتتربع على عرش الأكثر نموا، وعندما نتحدث عن القوة الذكية التي تمارسها الرياض اليوم، سواء القوة الصلبة أو القوة الناعمة، عندما تتحدث عن القوة الصلبة في التواجد العسكري، في تواجد القرار السياسي في العالم، عندما نتحدث عن القوة الناعمة نتحدث عن التراث، عن التاريخ، عن العمق التاريخي الموجود للمملكة العربية السعودية. عندما نتكلم عن كل المكونات التي تنعم بها هذه المملكة العربية السعودية، فنحن نقول لذلك اختيرت الرياض. أهمية هذا المعرض وإقامته خصوصا مع رؤية المملكة 2030. طبعا المملكة العربية السعودية اليوم نستطيع أن نقول نحن نعيش ما بعد رؤية 2030 بوجود قائدها الملهم سيدي سمو ولي العهد. اليوم تحقق الرياض إنجازات كبيرة جدا، تحقق تقدم تلفت نظر العالم أجمع. اليوم محطات الإعلام تهتم بالرياض، تهتم بالمملكة العربية السعودية، تهتم بقادتها، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، الشعوب
في دول مختلفة كثيرة جدا يتحدثون اليوم عن قادة هذا الوطن، وأنهم يعني يرجون أن يكون عندهم قادة بهذا السمات وبهذا الحرص وبهذا الحماس، ويتمنون كذلك دول عظمى تتكلم اليوم أنه لا بد أن يكون لدينا رؤية كما في المملكة العربية السعودية، لها أهداف ولها مؤشرات أداء، ومن ذلك نستطيع أن نحقق أهدافنا. شكرا دكتور عبد الرحمن، وسعدنا بتواجدك معنا، شكرا لك. شكرا لك، الله يحفظك. شكرا. إذن عهد هذه الصورة من المدينة الجامعية، يعني أجواء الفرح في منطقة عسير بكافة مراكزها ومحافظاتها، ونقول للعالم أجمع مرحبا ألف في قلب العالم النابض. أعود لك بالصوت صورة، تفضل. شكرا جزيلا لك زميلي محمد الأحمري على نقل هذه الصورة من أبها، وشكرا أكيد لضيفك اللي كان متواجد معك في هذه التغطية. نأخذكم مشاهدينا من أبها إلى جدة مع الزميل عبد الله الغامدي المتواجد في الواجهة البحرية. حياك الله زميلي عبد الله، لو توصف لي الأجواء عندك في جدة بعد إعلان عن فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030، تفضل. مساك الله بالخير عهد، مساء الخير على جميع مشاهدي قناة السعودية وبرنامج ديرتنا. من ليلة البارحة وجدة تفرح ومبهجة أكيد بإعلان طبعا معرض إكسبو الدولي 2030 في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. من ليلة البارحة يعني كان في تغطيات خاصة في طبعا الواجهة البحرية، واليوم كذلك يعني ما شاء الله تبارك الله الجميع طبعا يشارك الفرحة ويفخر بهذا الإنجاز الكبير، وأصبحت صناعة التاريخ في المملكة العربية السعودية سهلة بعمل وجهد ورؤية، وأكيد عمل كبير بدعم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ملف قوي تم تقديمه، وأكيد طبعا اكتسحت المملكة العربية السعودية معرض طبعا الإكسبو الدولي في الرياض. راح يكون أكيد طبعا في عائد كبير جدا لهذا المعرض، راح يكون له أثر كبير جدا في المملكة العربية السعودية، سواء اقتصادي تنموي حيوي، سيكون في هناك الكثير من الإنجازات. 2030 عام الرؤية، وكذلك معرض إكسبو الدولي، مشاريع كثيرة ستكون إن شاء الله في 2030، مطار الملك سلمان، الجدية، الدرعية، العديد طبعا من المشاريع التي ستكون وجهة مهمة وأثبتت نفسها المملكة العربية السعودية للجميع. أرقام كبيرة، 6 مليون متر مربع مساحة المعرض، راح يزوره أكثر تقريبا من 40 مليون زائر على أرض الواقع، كذلك عن بعد أيضا راح يصل العدد إلى مليار. إذا تكلمنا بلغة الأرقام فنحن نتحدث بأرقام كبيرة وضخمة. أيضا المبلغ الذي تم طبعا وضعه في هذا المشروع مبلغ كبير، أكيد من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ستكون نسخة مختلفة واستثنائية بإذن الله في 2030. الآن كلنا ننتظر هذا الحدث ونرى بإذن الله على أرض الواقع، ونفخر بالتأكيد ونستقبل طبعا ضيوف وزوار هذا المعرض الذي سيتعرف بالتأكيد فيه على ثقافات مختلفة من بلدان عديدة مشاركة في المعرض، وكذلك أكيد على ثقافتنا، ثقافة المملكة العربية السعودية. نعود لواجهة جدة، واجهة جدة سعيدة وتعيش هذه الفرحة من ليلة البارحة، وستكون عائشة هذه اللحظات حتى 2030، حتى نرى هذا المشروع على أرض الواقع ونفخر فيه بالتأكيد. هذا كل ما لدي أحد. شكرا جزيلا لك زميلي عبد الله الغامدي على نقل هذه الصورة من جدة عاصمة الجمال أو مدينة الجمال. نتوقف مشاهدينا معكم هذا الفاصل، وبعد الفاصل بنواصل تغطيتنا مع مراسلين المتواجدين بأكثر من منطقة من المملكة العربية السعودية. خليكم معنا. أمسي عليكم بالخير من جديد مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، ما زلنا نعيش معاكم الفرحة الغامرة باستضافة هذا الحدث التاريخي. صحيح أنه حدث تاريخي لكن ليس بجديد على السعودية، بل أثبتت السعودية دائما أنها على قدرة كافية من استضافة مختلف الأحداث ومختلف المعارض بكافة القطاعات، ودائما ما تثبت السعودية أنها ناجحة تبارك الله في كافة المقاييس. نستكمل معكم الآن تغطيتنا مع شبكة مراسلينا، ننتقل إلى شمال المملكة في حايل تحديدا مع الزميل سلطان الشعيب. مساك الله بالخير زميلي سلطان، لو تحدثني عن الموقع المتواجد فيه حاليا وعن استضافة هذا المعرض الدولي إكسبو 2030.
اهلا عهد، كذا مسا عليك ومسا على كافه السعوديين وين ما كانوا بيشوفونا. مملكتنا الحبيبه دائما غالي، ومملكتنا الحبيبه دائما ما تبهرنا بالانجازات، ما تبهرنا بكل جديد، وايضا نحن دائما لنرضى بالرقم الاول. ومملكتنا الحبيبه يوم امس اثبتت للعالم انها رقم واحد، وسوف يكون هناك العديد والعديد من الاعمال في مملكتنا الحبيبه وعلى راسها عاصمتنا الرياض. اليوم راح نتعرف على اكسبو 2030، وايضا راح نتعرف على اهميه هذا المعرض، معرض اكسبو 2030، ونتحدث عن المناطق وأهميتها ودورها الكبير عندما يكون هناك زوار لمملكة الحبيبة. العدد كبير سيكون هناك في الرياض، وأيضا حتكون هناك جولات في مناطق المملكة. اليوم يسعدني ويشرفني أن ينضم معي الدكتور سعود بن عيسى النايف، هو أستاذ مشارك بجامعة حائل سابقا، ليحدثني أكثر عن هذا الموضوع. دكتور سعود، أهلا وسهلا فيك معنا عبر قناة السعودية وبرنامج ديرتنا. في بداية نتحدث عن هذا المعرض وأهمية هذا المعرض إكسبو 2030، نتحدث عن هذه الأهمية وكيف السعودية اليوم هي رقم واحد بين بلدان العالم. حياك الله، أنا أول شيء أشكركم على الاستضافة في هذه المناسبة السعيدة علينا جميعا، وأشكر أيضا زملائك وزميلك في الاستوديو، أيضا الزملاء في كافة المناطق، وأيضا أشكركم على هالبرنامج الرائع حقيقة. اسمه يعني له من اسمه نصيب حقيقة. حقيقة أولا اسمح لي أني أنا أزف أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد ولي الشعب السعودي حقيقة على هذا الإنجاز حقيقة، استضافة المملكة العربية السعودية لإكسبو 2030 في منافسة شرسة أنا أقدر أسميها، نتنافس مع دول له ثقلة حقيقة، مع دولة من الاتحاد الأوروبي إيطاليا، وعندنا دولة من النمور الآسيوية كوريا الجنوبية، ونعلم قيمة هالدولتين. لما تحقق المملكة العربية السعودية 70% تقريبا من الأصوات، هذا يدل على متانة وقوة وتأثير المملكة العربية السعودية. أنا أقول المملكة العربية السعودية الآن هي رقم صعب حقيقة، وما هو غريب الموضوع مثل ما قال سمو وزير الخارجية لما يقود سمو ولي العهد هذا الملف بنفسه، بالتأكيد أنه سيتحقق. فأنا شاكر لكم حقيقة. دكتور سعود النايف، احنا نشكرك، شكرا على هذا اللقاء، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان السعوديه تكون دوله اكيد من الدول دائما المتقدمه، ونحن السعوديين اصبحنا لا نرضى الا بالمقدمه. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه على هذا اللقاء. الله يحفظك، شكرا لكم، شكرا، حياكم الله على الوضع. طبعا هذا اللقاء دكتور سعود النايف، هو استاذ مشارك بجامعه حائل سابقا، وتحدث عن هذا الانجاز الكبير لمملكه الحبيبه واهميته، وكيف ذكر دكتور سعود عن التنافس الكبير والشرس بين هذه الدول القويه، ونحن اثبتنا قوتنا العظيمه في اكيد حصولنا على هذا المعرض، معرض اكسبو 2030. ومنطقه حائل لا شك لديها ارث كبير تاريخي، عندما ياتوا الزوار لمنطقه حائل سوف يتعرفوا على تاريخنا وثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا عهد. وما شاء الله كل المناطق صارت تتنافس يعني بحصد المراكز المتقدمه. شكرا جزيلا لك زميلي سلطان شعيب، وشكرا اكيد لضيفك على هذا الحديث الثري اللي قدمه لنا في هذه التغطيه. نختم معكم مشاهدينا ونرجع إلى أرض العاصمة الرياض، عاصمة الحضارة والتقدم والازدهار وحصد الإنجازات المختلفة، مع الزميل سلمان سليس. مساك الله بالخير، مساء الفخر والاعتزاز سلمان بهذه القيادة الحكيمة الرشيدة اللي دائما ما تحث مواطنيها دائما على التقدم وحصد المراكز المختلفة. تفضل سلمان، الصوت والصورة معك، توصف لي الأجواء من عندك والموقع المتواجد فيه أيضا. بالفعل مساء الفخر ومساء الاعتزاز لقيادتنا الحكيمة، هذه القيادة التي تقودنا إلى مستقبل مشرق أمانة رؤية المملكة 2030 بقيادة الشاب الملهم سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. هذا القائد الذي قادنا إلى مستقبل مشرق، رأينا بوادر كثيرة وتحققت نجاحات كثيرة في رؤية المملكة 2030. فاليوم مستقبل المملكة في السنوات القادمة بانت بوادر في استضافات كبيرة جدا لمناسبات قوية حاضرة تحتضن مئات أو ملايين الأشخاص الذين يهتمون بهذه المناسبات، مثل مناسبة معرض إكسبو، مناسبة كأس العالم، مناسبات كبيرة جدا. طبعا المملكة تحظى دائما باهتمام كبير جدا في هذه المناسبات، وطبعا هذا المعرض دائما ينقلنا إلى ثقافات المملكة إلى العالم، هذا ما كان لديه عهد.
شكرا جزيلا لك زميلي سلمان، شكرا لكافة المراسلين المتكانوا متواجدين معنا في تغطيتنا لليوم. ونذكر دائما مشاهدينا ومتابعينا أننا سنبقى دائما صفا راسخا وثابتا خلف قيادتنا لتحقيق مختلف الإنجازات وحصد مختلف المراكز. عمار يا دارنا يا دار سعد.